عمر البشير حكم السودان 30 سنة، اتفصل فيهم الجنوب عن الشمال واتدمر فيهم الاقتصاد، والجنيه السوداني قال عملت، ومعدلات التضخم وصلت لمستويات قياسية، ودارفور حصل فيها مجازر وجرائم حرب، ده غير مصايب تانية كتير قوي. وبعد كل ده عمر البشير مستغرب جدا ومتفاجئ ان السودانيين عاملين مظاهرات ضد، وغالبا بيقول في نفسه معقول بعد كل اللي عملته في السودان ده لسه في سودانيين عايشين اساسا عشان يثوروا عليا؟ كشف حمادة. هتستغرب ان عمر البشير قدر يوصل السودان، البلد الكبيرة العريقة اللي مليانة موارد، للحالة السيئة اللي بقت عليها دلوقتي. ده راجل انقلابي وبخلفية عسكرية كمان، والنوع ده زي ما انتوا عارفين كويس كفاءة مش بس يدمر اقتصاد بلد، ده يمحيها من على وش الدنيا اساسا كأنها ما جاتش العالم خالص. كفاية تعرفوا ان الراجل ما اكتفاش بس انه يبقى رئيس السودان، لا ده ما شاء الله تعب واجتهد وقدر يبقى كمان رئيس عصابة في نظر العالم كله بعد المجازر والجرائم ضد شعبه اللي عملها في دارفور، وخلت المحكمة الجنائية الدولية تطلع ضده مذكرات توقيف باعتباره مجرم. قبل ما نعرف البشير ازاي وصل السودان للوضع اللي بتعاني منه دلوقتي، لازم نعرف الاول هو نفسه وصل ازاي لكرسي الحكم اللي لازق فيه ومش عاوز يسيبه، وتقريبا بيخطط انه ينزل بيه القبر بدل النعش، خصوصا انه انتوى انه يرشح نفسه في الانتخابات الجايه رغم انه عمره وصل ل 80 سنه. تحس كده انه بيقول يانا يا السودان لما نشوف مين اللي هيموت الاول. زي ما كلنا عارفين من خلال التاريخ ان عدد الانقلابات اللي حصلت في السودان يمكن اكتر من عدد السودانيين نفسهم، يعني هناك بيصحوا الصبح يفطروا ويعملوا انقلاب وبعدين يروحوا شغلهم. هنلاقي مثلا ان بعد ما السودان استقلت عن مصر، عقبالنا كده كلنا يا رب ان شاء الله، وبدات الاحزاب تتكون، سواء يمينيه زي حزب الامه ويساريه زي الحزب الشيوعي السوداني، مع وجود حركات وجماعات زي الاخوان المسلمين، ولسه يا دوب الحياه السياسيه هتبدا تزحف وما لحقتش حتى تتفطم وتتعلم المشي، تقريبا في ناس جت قالت كفايه استقلال لحد كده عشان ما نتحسدش، وحصلت اول محاوله انقلاب سنه 57. صحيح ما نجحتش، بس على مين؟ ربنا وفق والانقلاب نجح بعدها بسنه، وتم تسليم السلطه من عبد الله خليل رئيس الحكومه للفريق ابراهيم عبود قائد الجيش في الوقت ده، اللي مسك في السلطه بايديه واسنانه وسلاحه زي اي رجل عسكري عربي اصيل يعني. بس ابراهيم عبود ربنا ما هداهوش، والشيطان لعب بعقله وعمل اكبر غلطه ممكن اي انسان يعملها، وهي انه اتصاحب على جمال عبد الناصر وخده قدوه ليه، وبدا يقلده ويعمل زيه ويميل ناحيه الكتله الشرقيه ويحارب الإخوان والإسلاميين في السودان. وكانت النتيجة إن الرجل المنقلب ده حصل ضده ثورة سنة 64، وده كان طبيعي يعني، هو في حد يا ابني عرف عبد الناصر وكسب؟ وبدأت تجربة ديمقراطية جديدة، وتولى الحكم إسماعيل الأزهري سنة 65. تستمر بقى التجربة الديمقراطية دي وتكبر؟ لا طبعا، احنا عرب يعني مش أمريكان ولا عاوزين الناس تاكل وشنا. حصل انقلاب تاني عادي بقيادة جعفر النميري بالتحالف مع قيادات الحزب الشيوعي، واتقبض على رئيس الجمهورية. صحيح إنهم أسسوا حزب سموه الاشتراكي السوداني، بس ما سمحوش بتأسيس أي أحزاب تاني. هو حزب واحد في البلد كفايه عشان ما بنحبش الزحمه بس، معلش. في الوقت ده كان زعيم الاخوان في السودان هو حسن الترابي، استاذ الحقوق اللي خلص دراسته في السوربون ورجع السودان، وبدا يشتغل على مدار سنين بهدوء عشان يوصل للتغيير ببطء وواحده واحده. فبدا يقنع الاسلاميين ان هم يدخلوا عيالهم الكليات العسكريه عشان يخلق جيل من شباب الاسلاميين العسكريين المتوغلين في مؤسسات الجيش والشرطه، وكان من ضمن الجيل ده اللي بيجهزه الترابي للوصول للسلطه وتحقيق اهداف الاسلاميين في الخباثه عمر البشير. قدر النميري يستمر في الحكم لحد سنة 85 من غير ما يحصل عليه انقلاب، ودي حاجة غريبة جدا، بس الحمد لله حصل حرب أهلية. أو مش هيبقى الانقلاب ولا حرب أهلية يعني، ما هنقعد نعمل إيه في البلد طيب؟ ننتج مثلا لا سمح الله ولا نزرع ولا إيه؟ الحرب الأهلية دي اتسببت في تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان وارتفاع التضخم، عشان كده يا دوبك النميري بيخط برجله بره البلد في زيارة خارجية، هوب والدنيا اتقلبت في السودان، وحصلت مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة بقيادة الإسلاميين والحركات اليسارية، وكانت النتيجة إن النميري فضل منفي بره البلد، ومسك الحكم المجلس العسكري بقيادة صور الذهب، اللي عمل حاجة عجيبة وغريبة جدا ومش مفهومة، وهي انه بعد الفترة الانتقالية سلم الحكم لرئيس مدني اللي هو احمد المرغني. لا وايه، وسابه يحكم عادي. مش عارف ازاي ضميره العسكري سابه يعمل حاجة زي كده بصراحة يعني. في الوقت ده انفصل الترابي عن الاخوان المسلمين، وكون الجبهة القومية الاسلامية واشترك بيها في الانتخابات النيابية سنة 86، وفاز بالمركز الثالث ودخل بيها في حكومة ائتلافية كان رئيسها الصادق المهدي رئيس حزب الامة اللي كمان كان صهر الترابي. زيتنا في دقيقنا يعني. بعد كده لاحظ الترابي ان الرئيس احمد المرغني بيتعمد مش الاسلاميين ويبعدهم، فما عجبوش الحال وقرر انه ينقلب على الحكومه اللي هو جزء منها اساسا عادي يعني، واللي رئيسها نسيبه عادي برضه. واستغل الترابي جيش الاسلاميين اللي فضل سنوات يكون فيه جوه المؤسسه العسكريه، وجابهم ووقفهم قدامه وقال لهم مين اعلى رتبه فيكم؟ قام العقيد عمر البشير رفع ايده، فالترابي خده وقال له بكره ان شاء الله تصحى بدري تعمل انقلاب وتقرا البيان ده وتخلص وترن لي. وبكده يظهر ان الصدفه بس هي اللي خلت البشير يبقى قائد الانقلاب، لانه كان اعلى رتبه مش اكتر. متى عرف عمر البشير انه رجل؟ بعد قديم ولا
مساء الأربعاء عاصم اللي هو مساء ليلة الانقلاب قبل يوم بيوم يعني قبلها بيوم فقط نعم الجمعة صباح الجمعة كانت هو كان جاي إلى الخرطوم حتى يذهب إلى القاهرة خطفناه خطف كيف خطف أرسلنا له سيارة خاصة خطفته من 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 شمال جنوب السودان بين جنوب كردفان يعني ونقلته إلى الخرطوم ونقلناه الخرطوم فجاء ما لقينا ذلك جاء يوم الثلاثاء مساء فما لقينا إلا مساء الأربعاء لقيني لقيك وحده لكن القرار كان قد حسن أول لقاء لك مع عمر البشير أنا ما كنت أعرفه ما عرفتش عمر البشير إلا قبل الانقلاب بيوم فقط ماذا ضرب طبعا كنت أعرفك وأتي جلسيما في محاضراتك وندواتك وهكذا ماذا ضرب بينك وبينه حدثته أنك القرار اتخذ وليس له غير وأنت ما لا, لا لست مكلفا بأن تفعل شيئا فيه مكلفا بأن غدا صباحا تسجل في موقع آخر موقع خاص اللي هو البيان رقم واحد يعني يقرأه كثيرا وسجله من اللي كتبه؟ كتبناه جماعة يعني مبهما أنا مفهم مثل بيان انقلابات في شيء يعني ونفذ البشير أوامر الترابي وحصل الانقلاب فعلا على حكومة الصادق المهدي سنة 89 وأعلن البشير نفسه رئيس لمجلس ثوري مؤقت وطبعا كلنا عارفين أن كلمة مؤقت في اللغة العسكرية معناها دائم على طول بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب السوداني الكريم إن قواتكم المسلحة المنتشرة في طول البلاد وعرضها ظلت تقدم النفس والنفيس حماية للتراب السوداني وصونا للعرض والكرامة وتترقب بكل أسام وطرق التدهور المريع الذي تعيشه البلاد في شتى أوجه الحياة واتحبس الصادق المهدي والنكتة ان الترابي كمان اتحبس بس بالاتفاق مع البشير عشان محدش يعرف ان هو اللي كان وراء الانقلاب وراء ايه ده هو الانقلاب نفسه وفضل ده سر لمدة 10 دقايق كده مثلا يعني والدنيا عرفت ان الترابي هو اللي وراء الانقلاب بعد فترة قليلة فقالنا خلاص بقى هنفضل في السجن ليه ما احنا اتفضحنا خلاص وخرج الترابي من السجن وفضل فترة في الضل وبعد كده أسس حزب المؤتمر الوطني وفي سنة 96 وصل لرئاسة البرلمان وسيطر الإسلاميين على الحكم في السودان سيطرة كاملة وطبعا سيطرة الإسلاميين عموما على الحكم في أي حتة بتخلي الغرب يزوم كده ويهرش بس اللي عقد الدنيا أكتر إن السودان قررت تستضيف بن لادن من سنة 90 لسنة 96 وكانت النتيجة إن السودان اتحطت على قائمة الدول الراعية للإرهاب ولأن المركب العادية لو عليها رئيسين بتغرق فتخيل لما تبقى المركب غرقانة أساسا وعليها رئيسين إيه اللي ممكن يحصل السودان كانت بقت دولة راعية للإرهاب وعليها عقوبات واقتصادها بيسوء يوم بعد التاني بس ده ما لفتش نظر حكامها لأنهم كانوا مشغولين بالخناق مع بعض ووصلت العلاقة بين البشير والترابي لطريق مسدود بعد ما الترابي حس إن البشير عاوز ينفرد بالسلطة وقال له خد ياض ده أنا اللي جايبك هنا وحاول الترابي من خلال البرلمان إنه يصدر قوانين تقلل من صلاحيات البشير وفي نفس الوقت البشير ما بقاش عاجبه الوصايا اللي بيحاول يمارسها الترابي عليه فقال له أنا هدوخ نفسي ليه الانقلابات مالية الدولاب عندي جوه وقام كمل الانقلاب وشال البشير الترابي بمساعدة زمايله الضباط اللي عملوا معاه الانقلاب الأولاني إبراهيم شمس الدين وبكري حسن صالح وبعض المسؤولين زي علي عثمان طه نائب الرئيس وغازي صلاح وقال البشير للناس مش انتوا عاوزين رئيس مدني حاضر من عيني وقام قالع البدله العسكريه وفصل قميص وبنطلون ولبسهم وقام لبس الشعب كله معاه وقال لهم انا رئيس مدني اهو هي شغلانه يعني وحل البشير البرلمان وفرض حاله الطوارئ وحظر التجول ولغى الاحزاب ولغى الدستور وكويس قوي انه ساب السودانيين يعيشوا في السودان وما لغاش الشعب كمان وبدا عهد البشير الرئيس المدني بكل مصايبه من اول انفصال الجنوب اللي كان البشير رفضه تماما وحاول بكل الطرق القمعيه انه يمنعه وبرده ما قدرش وحتى لما عمل اتفاق مع جون جارنج زعيم الانفصاليين في الجنوب سنة 2005 على أساس ياخد البشير وحكومته فرصة جديدة لمنع الانفصال قبل الاستفتاء في 2011 فشل البشير مرة تانية وتم إقرار الانفصال في استفتاء تحديد المصير ونتيجة المجازر الدموية اللي عملها البشير في دارفور صدرت ضده مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية في 2008 باعتباره ارتكب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي بس دي ما كانتش المذكرة الوحيدة اللي صدرت في حق البشير راجل مجرم يعني والسيفي بتاعه مليان بلاوي ما تكفوش مذكرة واحدة عشان كده الهيومن رايتس ووتش طلعت تقرير في 2015 بعنوان الاغتصاب الجماعي في دارفور اتهمت فيه سلطة البشير بممارسة الاغتصاب الجماعي ضد سكان دارفور وطبعا البشير طلع نفى ان يكون ده حصل اساسا وقال انا جماعة ماليش في الاغتصاب انا بقتل بس والله زي ما قلنا قبل كده السودان استضافت بن لادن لمدة 6 سنين في ارضها وطبعا امريكا اول ما تسمع ان في حد عدى من قدام بن لادن بس مش استضافه كمان بتمسكه تعصره وتنزل منه عقوبات وده اللي حصل مع السودان على مدار 20 سنة يجي بقى في امريكا رئيس جمهوري يجي رئيس ديمقراطي يجي رئيس نيجيري المهم انه اول حاجة بيعملها اول ما يخش الابيض هي انه يسود عيشة السودانيين بدأ الموضوع بوضع السودان على قائمة الإرهاب وبعد
وبعدها بيل كلينتون فرض حصار اقتصادي كامل وعمل حظر للمعاملات المالية مع السودان ومنع تبادل السلع وتصدير التكنولوجيا وجمد الممتلكات والأصول السودانية. ولما جه جورج بوش قال ايه ده، حرام عليك يا كلينتون، معقولة تفرض على السودان كل العقوبات دي؟ بس لا طبعا ما يصحش. وقام ضايف للعقوبات الحظر على الأنشطة النفطية والبتروكيماويات، وحط 13 جهة في قائمة العقوبات بتهمة المشاركة في النزاع في دارفور. وكانت نتيجة العقوبات دي تدهور الاقتصاد السوداني وقيمة الجنيه وضعف الاستثمارات الخارجية او حتى انعدامها كمان. وحتى لما بعد سنين رفع ترامب العقوبات دي بواسطة السعودية بعد موقف السودان ضد ايران، فالحال ما اتغيرش كتير لان الوضع الاقتصادي كان وصل للحضيض فعلا بسبب العقوبات والحروب الانفصالية المستمرة. طب الدنيا بايظة خالص في الداخل، والراجل ربنا وفقه جاب البلد لمسة اكتاف. بالنسبة لعلاقاته الخارجية بقى، هنلاقي ان العلاقات الخارجية للبشير مع الدول التانية مش ثابتة ومش مفهومة. يعني مثلا هو فضل مقاطع سوريا ونظام بشار لمدة 7 سنين، وفجأة لقيناه في دمشق وهو وبشار في أحضان بعض ولا عمر وسلمى. وتقريبا البشير قال في نفسه إن ما ينفعش راجل مجرم حرب ومعاه شهادات عالية من المحكمة الجنائية زيه كده يقطع قتال قتلة زي بشار الأسد يعني. أمال يصاحب مين طيب؟ أمير ويلز مثلا؟ في نفس الوقت في مؤشرات كتير جدا عن علاقات يعني تقارب بين السودان واسرائيل، ده غير ان انقلابه على الترابي اللي هو زعيم الاسلاميين سنه 99 قربه من الامارات. هي صحيح الامارات المفروض انها دوله مسلمه يعني، بس موتها وسمها الاسلاميين او اي حد يحاول يعمل ثورات او ينادي بتغيير او حياه ديمقراطيه عموما. وحاليا في ضغوط على البشير من الامارات عشان يقطع قطر وتركيا. ده الداخل وده الخارج. ننزل تحت الارض بقى شويه مع البترول عشان نلاقي ان من اكتر الحاجات اللي زودت ازمه السودان بعد انفصال الجنوب هي ان الجنوب لما انفصل خد مع البترول، لان تلتين الانتاج موجود في ارض الجنوب، وبالتالي الاوضاع الاقتصاديه انهارت زيادة مع خسارة مورد مهم زي ده. والنظام قال لك شوية البترول اللي فاضلين عندنا بقى هنولع بيهم الأسعار عن طريق رفع الدعم عن الوقود، واللي كانت نتيجته ارتفاع هايل في كل الأسعار ووصول معدل التضخم لأكثر من 65%. اديني عقلك بقى، راجل عمل كل ده في البلد تقوم ضده ثورة ليه؟ ده ما كملش 30 سنة يعني، يعني لسه فترة الاختبار في الأول ما تثبتش. بعيدا عن الهزار والقلش يعني، فاللي عمل عمر البشير ونظامه في السودان على مدار سنين من ظلم وقهر وإفقار وتجويع وقتل ومجازر يحتاج 1000 ثورة مش ثورة واحدة بس. وإن كان البشير بيراهن على قدرة أجهزته القمعية وإجرامه في إنها تسكت الناس، فالتاريخ علمنا إن مفيش ظلم بيستمر للأبد، وإن الشعب لازم هينتصر في النهاية على الظلم أو يموت. وقبل ما سيبكم خلوني احكي لكم حكايه. حمديه المكباتي تصحى من النوم تبص جارها تلاقي جوزها جدته منفوخه وريحته طالعه تفتكره مات، قوم ترقع بالصوت الحياني. قوم الراجل يصحى ويقول لها خبر ايه يا مره، تشاور له على جسمه. الراجل يشوف نفسه صويته ولطمه يبقى جايب اخر الكفر. والواد دقدوق الشماندي يحس باكلام في رجله، قوم يرفع الجلابيه لاجل ما يهرش يلاقي لك الدود والسوس بياكله في رجله لحد ما عظمه بان، قوم يغمى عليه. والموضوع يزيد وبقى يحصل كل يوم لنفر لما الخلق عقلها شت، وناس تقول احنا نرش مبيد ونغسل بيوتنا بالميه الصابون يمكن السوس والدود يسيبونا، ونعمل كده ومفيش فايده والحاله بتزيد. قوم نطلع على دكتور الوحده، وبعد ما يكشف يقول لك ده وباء. وباء ايه يا دكتور؟ كفى الله الشر. يقول لك ده وباء اسمه الموت بالحياه، وقال لك ايه؟ اننا بقينا زي الاموات تمام. قوم الدود ما بقاش يعرف الفرق بين النفر الميت والنفر الحي، وبقى يقول دمكم بقى بارد زي الاموات تمام يا اهل البلد. طب ايه العمل؟ نعمل ايه ونسوي ايه والدود شغال اكل في جتتنا؟ والدكتور يقول طول ما انتوا زي الاموات الدود مش هيعرف الفرق بينكم وبينه. وقال لك البت جمالك كانت ماشيه جنب الترعه تدلع تملى القلل، شاويش منجلاوي السنح مساعد النقطه يشوفها ويروح ويشدها من دراعها. قوم شاف كده الواد برقوقه مش مشاوي الدم يغلي في عروقه وينزل ضرب في منجلاوي وياخدوا الواد على النقطه وهاتك يا تعذيب. بس جمالات تطلع جدعه وتهددهم لو ما سابوهوش هتقدم في الشاويش بلاغ تحرش في البندر. والواد يخرج من المركز، بس تحصل حاجه عجيبه، الدود ما يقربش منه ولا يهوب ناحيته. احنا بيرعى في جتتنا وهو زي الفل، طب ده معناته ايه؟ ما نعرفش. ونطلع على دكتور الوحده نحكي له، فيقول لك الواد ده لما الدم غلي في عروقه وعمل اللي عمله قوم الدود لقى دم محامي فعرف انه حي فما قربلوش. ونقول تاهت وقناها ونعمل مظاهره ونطلع على النقطه. واول ما وصلنا ومع اول عيار بيضربوا العسكر في قروسنا الكل ياخد ديره في اسنانه ويجري على داره ويستخبى. والايام بتمر يا بالحج، والدود والسوس لسه مشغلين عس في جتتنا، ولا احنا عارفين نخلص منهم ولا احنا عارفين نوريهم ان احنا صحيين فيسيبونا في حالنا. ونشوفكم على خير ان شاء الله.